السلام عليكم الحبايب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتوما كتشاهدوا هاد الفيديو، اليوم غنحضر معاكم واحد العصير كيجي زوين بالفريز. عندي هنا الفريز وعندي هنا الكاكي والليمونغ وشويه المندرين، غادي نعصرو باش نخلطو مع هادشي عاد غادي نطحنو. شوفوا، خليكم معايا حتى نقشر هاد الكاكي والليمونغ ونقاد هاد الفريز والمندرين ان شاء الله، ونرجع معكم. خليكم معايا هنا البنات. من بعد ما قشرت هاد الليمونغ والكاكي ونقيت الفريز وعصرت الليمون، نتوما كتشوفوا. وهنا عندي الكاكي، خصو يكون طيب مزيان من الاحسن، وكيكون فيه واحد العروق بحال هكا، دوك الخيوط الاحسن تحيدوهم باش مي ربما يبقاو لكم في العصير ولا شي حاجه الا ما طحنتوش مزيان هاد الفواكه هادو. دابا ما بقى لي غير ندوز باش نطحنو. غنخوي هنا هاد الفواكه، غنزيد هاد العصير بحال هكا وحتى نطحن هادشي عاد نزيد الكاس الاخر. نخلي هاد الكاس هذا، نخليه حتى نطحن هادشي عاد باش نزيدو. البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا، نتمنى يعجبكم. الصراحه كيجي زوين، وانتم كديروا داكشي اللي عندكم في الدار، ماشي ضروري ديروا هاد الفواكه كامله، واخا تكون واحد الحاجه ناقصه ماشي مشكل. انا عندي رافقته بشويه ديال التمر بحال هكا، واحد شويه عمرته بالقرقاع، شويه خليته هكاك. نتمنى يعجبكم هاد الطريقه هذه ديال العصير، والى عجبتكم ردوا عليا في لي كومونتير. وديروا لي لايك وابوني، وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، وكنقول لكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. بالسلامه عليكم.